السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم معنا درس في الحركة الإرادية. يحس الإنسان بالتغيرات الوسط الذي يعيش فيه، فيسعى إلى الحركة التي قد تأتي بعد الإحساس. في حركة إرادية ولا إرادية. اليوم معنا درس فقط في الحركة الإرادية. نقوم بتعريفها. هي رد فعل ينبع من رغبة وإرادة قوية للقيام بعمل بحيث يقوم به الفرد وهو واع ومدرك له. تمتاز بعدم التماثل في الاستجابة. هدفه تلبية حاجيات الجسم. لنتعرف على أين يتم تولد الحركة الإرادية. لديك من خلال بعض الحوادث تصاب عضلات بعض الأعضاء بالشلل الجزئي أو كلي إثر إصابة بحوادث يتم خلاله تلف في بعض مناطق القشرة المخية. فبفضل التقنيات الحديثة الفيزيولوجية للأعصاب تمكن من تنبيه مناطق محددة من القشرة المخ. فمثلا عند تنبيه المنطقة 1 تسبب تقلص عضلات البطن، في المنطقة 2 تقلص عضلات الصدر، في المنطقة 3 شلل عضلات الذراع، في المنطقة 4 شلل عضلات اليد، في المنطقة 5 شلل عضلات الوجه. ومن نستنتج أن القشرة المخية هي مقر تولد الحركات الإرادية، ويسمى بالسطح الحركي للقشرة المخية، والذي يتكون من السطح القرب الحركي الذي يبرمج وينسق الحركات لتنتقل المعلومة نحو السطح الإسقاط الحركي الذي يثير تنبيه تقلص عضلات المحددة بدقة واقعة في النصف المعاكس من الجسم. ومنها تتولد للرسالة العصبية الحركية نحو العضو المنفذ. الآن نقوم بحادث آخر. المريض أصيب في القناة الشوكية للعمود الفقري، أين يمتد فيه النخاع الشوكي، فتسبب الحادث في شلل للجزء السفلي، يعني على مستوى عضلات الحوض والأطراف السفلية. قلنا أن القشرة المخية هي المسؤولة عن الحركة، فلماذا انشل المصاب؟ ومن هنا نستنتج أن الرسالة العصبية لم تصل إلى العضو، يعني تم ترجمتها في الدماغ ولكن العضو لم ينفذ الحركة. لماذا؟ لأن النخاع الشوكي مصاب. ومن هنا نستنتج أن النخاع الشوكي يلعب دور ممر الرسالة العصبية الحركية، يعني تترجم الرسالة العصبية الحركية في المخ وتنقل عبر النخاع الشوكي إلى العضلات التي تقوم بتنفيذ الحركة. الآن بسبب حادث عمل عجز المصاب عن المشي، وذلك بسبب تمزق في بعض الأعصاب. ومنها نستنتج أن الأعصاب أيضا لها دور في الحركة. وهذا راح يكون آخر حادث. في إحدى المباريات فقد أصيب لاعب كرة قدم إصابة بالغة في العضلة الفخذ، تسبب له عجز مؤقت عن المشي. ومنها نستنتج أن العضلة عضو منفذ في الحركة الإرادية تستجيب بالتقلص والتمدد فتنفذ الحركة. خلاصة عن كل ما قلناه، ينتج الفعل الإرادي عن نشاط القشرة المخ الحركية تمر عبر النخاع الشوكي الذي يعتبر ممر رسالة عصبية حركية، وتجيها عبر أرياف عصبية حركية لتصل إلى عضو منفذ، ولكن في مسارين للرسالة العصبية. الأولى على مستوى الرأس، ينشئ الأمر بالحركة على مستوى السطح القرب الحركي الذي يبرمج ونسق الحركات لتنتقل المعلومة نحو السطح الإسقاط الحركي، أين تتولد الرسالة العصبية الحركية التي تنتقل عبر الأعصاب الدماغية وننقلها حافية إلى العضلات الواقعة على مستوى الرأس فقط، تحريك الحاجب أو الفم. إذن العناصر المنفذة هنا في تحقيق الفعل الإرادي هي السطح الحركي للقشرة المخية، عصب قحفي وأعضاء منفذة. ثم المسار الثاني على مستوى الجذع والأطراف، كما قلنا سابقا ينشأ الأمر بالحركة على مستوى السطح القرب الحركي الذي يبرمج وينسق الحركات لتنتقل المعلومة نحو السطح الإسقاط الحركي
أين تتولد الرسالة العصبية الحركية، ولكن هنا تنتقل عبر البصلة السيسائية لأنها على مستوى الجذع والأطراف السفلية، يعني عبر البصلة السيسائية ثم النخاع الشوكي ثم عبر الأعصاب الحركية إلى الأعضاء المنفذة. إذن هنا العناصر المنفذة على مستوى الجذع والأطراف هي السطح الحركي للقشرة المخية، بصلة سيسائية، نخاع شوكي، أعصاب حركية، وأعضاء منفذة. وبهذا أنهينا درسنا اليوم اللي هو عن الحركة الإرادية، اللي قلنا هي رد فعل ينبع من رغبة، مثلا رفع كأس، ولكن إن كان ساخنا راح يتركه، وهذا ما يعرف برد فعل، يعني حركة لا إرادية. سنتعرف عليها بالتفصيل في الفيديو القادم، وإلى اللقاء.